طبعا هي التحية لكل المجاهدين اللي على الجبهات، بس خصيناها بجبر لانه صدوا الاقتحام اللي صار فيها. طبعا الشأن الروسي ما في شيء جديد علينا، يعني ما لازم نحن كل الأد من الطيارة هي نفسها ذاتها. اسمع عنك يا أستاذ، لا ركوع ولا سجود إلا للفرد الصمد. قل هو الله أحد.